النهارده اديني صلاه من عندك. انا مش هعرف اصلي من نفسي، لكن عايزك تصلي فيا، عايز اكون قناه واداه لعمل روحك النهارده في وسطينا في اسم يسوع. اديني صلوات الروح النهاردة يا رب، احنا كلنا محتاجين لك النهاردة يا رب. تصلي فينا عشان احنا ما بنعرفش نصلي كما ينبغي. صلي فيا، صلي فيا يا رب، صلي فيا وصلي في اخويا اللي جنبي واخواتي اللي قاعدين النهاردة جايين طالبين حضورك يا رب. النهاردة عايزينك وعايزين مجدك، عايزينك تغطي اجتماعنا بسحابة من مجدك النهاردة. عايزين سحابة من مجدك النهاردة تغطي اجتماعنا النهاردة يا رب. مفيش سلطان لأي يا رب فكرة شريرة أو تشتيت أو تشويش أو أتعاب أو أحزان أو أتقال، لكن النهاردة يا رب كلنا نلبس يا رب أجنحة النسور الأقوياء. صلوات نارية نتنبأ يا رب النهاردة على اجتماعنا يا رب، أن تصعد منه صلوات نارية يا رب وذبائح مرضية تسر قلبك، تسر قلبك النهاردة يا رب. هدفنا أن احنا نسر قلبك في وسطينا يا رب. صلوات أنت يا رب تفرح بيها وتستجيب ليها عشان هي دي اللي على قلبك يا رب لينا ولبلادنا. أمين. الرب حلو مش كده؟ حلو قوي. يوم 29 اللي جاي يوم تاريخي على أرضنا، لأنه الكنيسة هتيجي تقول له يا رب احنا بنعلي ونصعد الصراخ أمام جلالك، عايزينك، عايزينك يا مشتهى كل الأمم، طالبينك، مشتاقين لحضورك في وسطينا. تعالى تعالى أملك علينا، تعالى رب أنظر لبلدنا ولخرابنا، تعالى بص يا رب على اللي بيحصل في وسطينا من قتل، من سحق، من اغتصاب، من حوادث طرق، من حوادث قطر بيخش في أتوبيس، حاجات كتير 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 بتوجع قلبنا يا رب. عايزينك تيجي تمد ايدك لبلادنا وتخلص بلادنا من عدوك ومن كل روح ضد المسيح. بس عشان نطلب الطلبة ديت، انتوا قلتوا امين على الطلبة ديت، بس عشان نطلب الطلبة ديت والطلبة ديت الرب يشتم منها رائحة بخور ذكية، محتاجين علشان نمشي في السكة ديت محتاجين نمشي خطوات. يمكن الخطوات ديت كانت قبل كده تقيل علينا، لما نيجي نقولها تبقى تقيل علينا. بتكلم عن التوبة، بتكلم عن التوبة. لما نقول يا توبة، التوبة تقيلة، التوبة حاجة صعبة، وفعلا التوبة حاجة صعبة. لكن ربنا بيقودنا الوقت دوت كلجنة صلاة ان احنا نتحرك في السكة ديت
وربنا عايز يحرك شعبه كله في سكة التوبة. علشان كده هوت محتاجين نمشي السكة دي، نحط رأسنا تحت ورجلينا فوق، فما فيش مفر، لأن إحنا بقينا في موقف ما ينفعش إن إحنا ما نقدمش توبة للرب عن نفسنا كأفراد، عن الكنيسة في أرض مصر، عن بلادنا. الكتاب بيقول كده: إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. صح؟ فلازم نتواضع. أنا محتاج إن إحنا كلنا نتواضع، كلنا، مفيش حد معفي من الموضوع دوت. احنا كلنا محتاجين نتواضع. النهارده كنت قاعد عمال اقرا قرايات جميله جدا في كتاب لابونا متى المسكين، بيتكلم عن الانسحاق. بيقول الانسحاق هو السحق بمعنى كسر الشيء بغرض تحطيم علوه ليصير منخفضا وضعيفا. يعني انا في حته معينه، انا مثلا طولي 165، فأنا نفسي مرتفعة، أنا بقيت يعني أكني كده 2 متر، فالنص متر الزيادة دوت هو ده الكبرياء اللي في حياتي. الكتاب بيقول منقادين إلى المتضعين. الكتاب عايزنا نمشي سكة التواضع، لأن في التواضع الله، هكذا يقول الرب في أفتكر في أشعياء 57، هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع القلب. فربنا بيسكن ملوش غير مكانين بيسكن فيهم، يا إما في العالي فوق خالص، يا إما مع مين؟ مع المنسحق والمتواضع القلب. حد عنده حاجة تانية ينفع يقابل بيها ربنا غير المكان المنكسر المتضع؟ حد عنده أي مكان تاني؟ فما فيش مفر غير ان احنا لازم هنعدي فيها. لازم هنقول له يا رب اكسر كبرياءنا، هيكسر كبرياءنا. بس في خطوات ابونا متى المسكين بيشرح الحاجة ديت. بيقول الكسر والتحطيم ينصب على اجزاء النفس المتعالية كذبا وادعاء حتى تصل إلى حدودها الأصلية الواقعية البسيطة المتضعة. وبيقول إن في مستويين لسحق النفس. خلوا بالكم من الكلام اللي جاي. مستوى إرادي الإنسان بيبقى مسؤول عنه لسحق الأجزاء العليا الكاذبة من نفسه، من جهة أخلاقه، من جهة سلوكه وطموحه الباطل. فدور عليا. وفي الدور الثاني، المستوى الثاني ده بقى هو ده بيقول عليه، ده هبة وعطية عظمى من الله، وهو سحق يأتي من لدن الله بغرض توضيع النفس وإرجاعها إلى صغرها وبساطتها الأولى. ففي منسوب معين أنا محتاج أكسر نفسي لحد ما أوصل لمنسوب معين، مش بقل عنه، لأن لو نزلت عنه أنا بعمل حاجة اسمها أنا بجلد نفسي وبمتهن نفسي اكتر. ففي ناس تفهم انه لما بنزل تحت كده هوت يبقى دوت نوع من التواضع اكتر، ان انا يعني اخفس في نفسي اكتر من اللازم. ده مش حقيقي، لان ده كبرياء برضو، لانه انا بأرائي وبأنافق ان انا في مكان اقل، وده مش الحقيقي بتاعي. لكن الليفل او المنسوب الحقيقي هو ان انا اكسر كل عالي فيا. ولما اكسر كل عالي فيا وكل انتفاخ وكل علو فيا من روح منتفخه، من روح متعاليه، ربنا يبتدي يعمل شغله. كم واحد فهمني؟ اشكركم. فهي شقين، انا بختار يا رب ان انا اتضع، انا بختار ان انا اكسر كل عالي فيا، انا بختار يا رب ان انا كل ارتفاع فيا، كل اسوه قلب فيا، أسوت القلب علامة كبيرة إن أنا مش بستجيب، عمال
اتجاوب مع 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 الترانيم واقول له انا عايزك واقول له محتاج لك واقول له انا بحبك، بس في حاجه انا مش قادر اتواصل معاه للاخر فيها. فالتوبه ان انا اوصل للمكان دوت، المكان اللي فيه البالانس دوت. بس الفكره ان انا مش بس هوصل للبالانس دوت، انا محتاج اقول له يا رب انا عايز، لان هو ده معنى التوبه الحقيقيه، هو الرجوع الى الله. الرجوع الى الله ان انا مش بس يا رب انا بترك خطاياي القديمه، انا مش بس يا رب برجع عن طرق الرضيه، انا مش بس يا رب بختار سكه الاتضاع، لكن يا رب انا كمان بختار ان انا ادخل الى محضرك، انا بختار ان انا ادخل الى قدس الاقداس. فانا محتاج عشان ادخل لقدس الاقداس، بعد لما اكون واحد في حته عاليه مش عارف ينبسط بربنا، بسبح ربنا بس مش قادر انبسط، بس بسبح ربنا ومبسوط قوي بالتسبيح ومبسوط جدا ان ربنا موجود، بس مش قادر اتلمس معاه كفايه، مش قادر اخد حريه كفايه، مش قادر، وربنا مش قادر يفرح بيا كفايه. علشان كده هو محتاج انزل للمكان اللي هو البالانس دوت واقول له يا رب خدني القدس الاقداس. ياخدني ازاي؟ اقول له يا رب حط جوع وعطش جوه قلبي، انا عايز ادخل لقدس الاقداس، انا عايز اقعد زي مريم اللي قعدت عند رجليك تتامل فيك وفي حلاوتك وفي جمالك، انا عايز ادخل لقدس الاقداس، انا عايز ادخل للعمق، انا عايز اسبح في نهر السباحه لا يعبر، عايز استمتع بيك، عايز استمتع بحلاوتك، انت مشتهايه، انت طلبتي، مفيش حاجه تمنعني، مفيش حاجه النهارده تمنعني ولا تمنع اي حد فينا النهارده ان احنا ندخل الى قدس الاقداس. ليه؟ المسيح ماهد الطريق، طريقا حديثا حيا مكرسا، بيدخلني جوه الى قدس الاقداس. فيحصل ايه؟ يحصل ايه؟ ان انا ادخل الى قدس الاقداس واعاين مجد الرب، متغطي بدم مين؟ بدم المسيح. فالنهارده الرب عايز ياخد بايدينا كلنا، وعايزنا كمان الرب، ومتوقع مننا النهارده ان احنا نصلي ان يوم 29 ان شعب الرب في ارض مصر يروح للحته ديت علشان يعمل ايه؟ كلنا نصلي ونتوب توبه جماعيه قدام الرب، والرب يعمل ايه؟ يتنازل لينا. احلى حاجه ان الرب يتنازل لينا، احلى حاجه، احلى حاجه، ألذ لذه في الدنيا ان احنا نمثل في محضر الرب. علشان كده ادعوك الوقت اللي جاي صلوات شخصيه، قول له يا رب كل عالي فيا انا لن اشفق على نفسي. عايز اقول لك على حاجه قبل ما نبتدي صلاه، لو انت ما اخترتش سكه التوبه، خلي بالك من الكلام اللي جاي، لو ما اخترتش سكه التوبه ربنا بيسمح لحاجات وعواصف في حياتك علشان تتضع، لانه بيحبك. الناس تقول لك ده ظلم، ده افترى، ده مش عارف ايه، في حاجات ربنا بيسمح بيها علشان انت تتضع وتنكسر. ولما تنكسر بين ايدين ربنا ارحم واهون واشيك من ان حد تاني يكسرك، مديرك في شغلك مثلا او سلطه اعلى منك، فتنكسر وتبقى هتتجنن ومتغاظ وهتفرقع، صح؟ كلنا فاهمين الكلام دوت. فالوقوع في يد الرب خير من وقوع في يد الايه؟ في يد الانسان، زي ما داود قال ان انا اقع في ايدين ربنا احسن من ان اقع في ايد بني ادم. عشان كده يا رب انا النهارده باختياري هعمل الدور اللي عليا. يا رب انا بختار سكه التواضع، انا بختار ان انا اكسر كل عالي فيا، كل كبرياء وكل تعالي وكل افكار متعاليه منتفخه. امين. خلونا ناخد وقت صلوات شخصيه. قل له لن أشفق على ذاتي، لن أشفق على كبريائي،
لن أشفق، لن أشفق. أجيب كبريائي وأدشه على الأرض النهاردة قدامك باختياري، ده شفاء، ده شفاء ليا. لو انت مش بتخش القدس الاقداس، ولو مش بتعرف تخش قدس الاقداس، قل له يا رب اكسر كل كبرياء فيا، لان جوايا استكفاء، استكفاء ان انا مش محتاج ان انا اخش القدس الاقداس. لو انت قلبك حجر، قل له يا رب شيل القلب الحجر، لو ده قلبك عايزك تبص على القلب دوت. لو ده قلبك، قلب حجر، قول له يا رب قلبي حجر، قلبي ناشف، مش عارف اطلبك، مش بحس بحضورك، مد ايدك ليا النهاردة، انا مشتاق لعملك فيا، أنا مشتاق لرحمتك ترحمني. فحزقيال 11:19، وأعطيهم قلبا واحدا
رب عايز يعطينا قلبا واحدا، وأجعل في داخلكم روحا جديدة، وأنزع قلب الحجر من لحمكم. الرب عايز يشيل القلب الحجر وأعطيهم قلب لحم. قل له يا رب شيل القساوة اللي جوايا، قلبي اتقسى قوي، الكبرياء بيسيب قساوة قلب. من فضلك يا رب مد ايدك ليا، انا هو ده حالي، مش بحس بحضورك كفاية، مش بطلبك كتير، نفسي مسدودة لاني مش محتاج. مش بتقول كده ببقك مش محتاج، لكن بتقولها بطريقة غير مباشرة، بتقول له انا مش محتاج، فيصير قلبك قلب حجر. قل له يا رب من فضلك حول القلب دوت واديني قلب لحم. خلونا نكمل صلاة كل اتنين مع بعض، صلي مع اخوك او اختك اللي جنبك، قل له يا رب انزع قلب الحجر مني، عايز ادخل للعمق، عايز ادخل يا رب واكسر كل عالي فيا، تشيل قلبي الحجر تديني قلب لحم. أتوب عن خطاياي، أتوب عن قساوة قلبي. لو أنت جواك عدم غفران، قل له يا رب أنا مش عارف أغفر لأخويا. لو جواك عدم غفران تجاه حد، لو جواك صغر نفس، حس إنك أنت صغير، حس إنك أنت على طول قليل، حس إنك أنت في علو، في انتفاخ في روحك، بتبص للناس من فوق، كل اللي بيهمك تعظم المعيشة وانك انت عايز بجنون، جواك طموح جارف، ممكن تبقى عايز توصل وتدوس على الناس اللي حواليك، انت شايف نفسك احسن من غيرك. قل له يا رب حطني على السكة الصح، أنا بختار أن أكسر كل عالي فيا عشان أستقبل النعمة الغنية. أستقبل النهاردة نعمتك الغنية، نعمة غنية، نعمة غنية النهاردة تاخد بيا، نعمة غنية غزيرة غزيرة تغسل من جوايا كل علو وكل عدم غفران، كل أصابع اتهام بتشاور بيها على حد تاني غيرك. قل له يا رب سامحني لاني بشاور على غيري. هللويا هللويا. فبجلدتك أنا شفيت.
أطاع حتى الموت، موت الصليب. تجسد في صورة إنسان، ساب عرشه في سماء، ساب عرشه في سماء. الإله ملك الملوك ورب الأرباب قرر إنه يبقى إنسان. تواضع عجيب إنه يتنازل، إنه يتنازل ويصير إنسان. ومش بس يصير إنسان، صائرا مثل عبد، واخد صورة عبد، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. مش بس إنسان، لا، ده واخد صورة عبد وكمان أوحش موته. بيقول لك النهاردة تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ممكن لو سمحت تديني الكبرياء بتاعك عشان عايز ابتدي عهد جديد معاك، عايز ابتدي صفحة جديدة معاك، عايز اوريلك اياتي وعجائبي، عايز اوريلك نفسي، عايز اعلن عن نفسي ليك، عايز افرحك الفرح اللي عمرك ما دقته، عايز ادخلك الى حجالي، عايز ادخلك الى محضري، عايز ادخلك ودواك اللي عمرك ما دقته. عمل مشوار طويل قوي علشان يجي للصليب، وبيقول لك مش هاين عليك تمشي مشوار صغير وتقبل اللي انا عملته علشانك. ممكن لو سمحت تكسر كبريائك، ممكن تغفر لاخوك، ممكن تغفري لاختك. هغيرك، هتشوف في محضري مجد عمرك ما شفته قبل كده. يا كنيسة هتشوفي اللي عمرك ما شفتيه قبل كده، مش كأفراد بس لكن جماعة بتختبر حضور الرب بمجد عظيم. جماعة بتسجد قدام الرب والسجود فيها حاجة طبيعية. أنا بسجد طبيعي جدا، وحياة التوبة تبقى حياة بالنسبة لي بعيشها كل يوم، مش اجتماع. أنا مش بتوب في اجتماع، أنا بتوب لأني قررت إن أنا أعيش حياة التوبة كل يوم. أنا بكسر كبريائي وأقول له يا رب أنا بتوب عن كل خطية في حياتي، وأسمي الخطية باسمها، فيبقى حياتي حياة التوبة، حياتي حياة السجود أمامه، الانكسار أمامه، أملك يسوع على حياتي. تخيلوا يا إخوة، إحنا لو كنيسة قصر الدبارة وكنائس كتير في مصر، كنيسة في مصر لو قررت إنها تقدم توبة حقيقية يوم 29 وتقول له يا رب بنتوب قدامك، بنتوب قدامك لأن إحنا أخطأنا إليك وعوجنا المستقيم، أخطأنا لأن فيه في كنايسنا نجاسة، لأن فيه في كنايسنا سرقة. نسمي المسميات باسمها. إحنا بنتوب يا رب، بنتوب عن اللي بيحصل في كنايسنا، إحنا بنتوب عن خطايانا، إحنا بنتوب عن كل كبرياء في وسطينا، إحنا بنتوب لأن فيه في وسطينا ناس بتتعالى جدا. تعالى ارحمنا. افتكروا لو صلينا الصلاة ديت مع بعض يوم 29 بقلب واحد، إذا تواضع شعبي يسمع؟ يسمع؟ يسمع. عايزين نقول له رب عايزين نعيش حياة التوبة. عايزك تعلي صوتك، كلنا نصلي في نفس واحد. قول له رب عايز أعيش حياة التوبة، حياة الانكسار الحقيقي، حياة السجود الحقيقي قدامك. عايز أعيش الحياة ديت، من فضلك مد إيدك ليا، اكسر كل علو فيا ومشيني في وادي التواضع، وادي التواضع. عايز أعيش في وادي التواضع، عايز أبقى منقاد للمتضعين.
عايز ابقى مع المنسحقين، مش عايز ابقى مع المنتفخين، عايز ابقى مع المتواضعين يا رب، عايز ابقى مع المتواضعين. احميني كل مره كده راسي تترفع لفوق وافتكر في نفسي حاجه، من فضلك اخفض راسي واقول لنفسي يا نفسي افتكر انك انت اصلك تراب، ان انا الترابي، ان انا الترابي ومن التراب اتيت والى التراب اعود. قول له يا رب تعالى تعالى، علي صوتك، خلينا كلنا نعلي الصوت ونقول له يا رب تعالى تعالى ليا تعالى ليا تعالى ليا تعالى ليا، انا مستنيك، انا عايز اتعلم كمان سكه السجود والانكسار قدامك، عايز اتعلم سكه السجود، سجود 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 ليسوع، راسي تنكسر قدام يسوع، جبهتي تنكسر قدام عظمه يسوع، اجيب كل تيجان على راسي والقيها عند رجلين يسوع. توب قدامك بنعود لحنانك، نعلن ملكا في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا تسجد ليك. بنتوب قدامك مع بعض ثلاثات. قل له يا رب ادينا يوم 29 ككنيسة في أرض مصر كلنا نتجمع مع بعض يا رب، نادي على الكنيسة من كل أرجاء مصر، نادي عليها يا رب، نادي على الكنيسة عشان تبقى واحد، نادي على الكنيسة عشان تقدم توبة حقيقية صادقة يا رب، تسر قلبك باسم يسوع المسيح، روح توبة جماعية تأتي يا رب على الكنيسة باسم يسوع.
مزنون ندمان ومذنون طالب غفرانا بدم المصلوب بمسك في ايدي وبصدق فيه يا يسوع عش فيني انا راجع لي جاي لك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانا بدم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع عش فيني انا راجع يا فديه محتاج لك يا فديه محتاج لك يا فديه محتاج لك يا فديه اصرخ وابكي قدامه وقول له محتاج لك يا فديه اشفيني اشفيني من اصل الداء اشفيني من اصل الداء تعالى 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 بكماشة دكتور السنان وقلع الخطيه قلع الخطيه زي الدرس اللي مش عايز يطلع تعالى شيل واخلع انا بدي لك الحق تخلع النهارده اخلع اخلع واشفيني اخلع واشفيني من الكبرياء اللي واجعني اشفيني من ضعفاتي اشفيني محتاج لك محتاج لك محتاج لك محتاج لك انا ماليش حد تاني غيرك انا ماليش حد تاني غيرك انا ماليش حد تاني غيرك هو سمعك النهارده هو سمعك النهارده هو سمعك في القاعه ديت هو سمعك لو انت بتتابعنا على شاشات التلفزيون هو سمعك هو سمعك وسمع صراخ قلبك قل له اشفيني اشفيني من الخطيه اشفيني من الخطيه انا مصدقك تعملها معايا تحررني تفكني من قيودي تفكني من اسري النهارده حريه حريه النهارده انا حر في المسيح يسوع انا النهارده حر في المسيح يسوع
مفيش قيد على حياتي، مفيش خطية، مفيش خطية ليها سلطان علي، لأنه إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار. حرية، حرية، حرية بدم يسوع، حرية. لا عداوة، لا عداوة. يسوع يا رب أشكرك من أجل الدم الغالي، يا رب أشكرك من أجل الدم الغالي اللي يحرر النهاردة من كل خطية. يا رب النهاردة توبة، توبة النهاردة. رب نصلي زي العشار، اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا بتوب يا رب، أنا بتوب وبرجع إليك يا رب في هذه الأيام. الأيام دي أيام للتوبة، أيام للرجوع، أيام للرجوع. تفضلوا استريحوا، اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما. الايام ديت هنقدس صوم، احنا مش هنطلع من الحته ديت. يعني حتى لو رنمنا ترانيم فيها فرح وفيها حريه، لكن احنا هنفضل في الحته بتاعت يا رب، احنا هنعيش في الحته دي شويه، لينا ككنيسه، لينا كشعب، عايزين نقعد في الحته دي، مش شويه، شويتين، ثلاثه، اربعه. اضربوا بالبوق في صهيون، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، احشدوا الشيوخ، اجمعوا الأطفال وراضعي الثدي، ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، يقولوا ويقولوا اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار. اشفق يا رب على شعبك، اشفق يا رب على شعبك، اشفق يا رب على شعبك. تعال يا رب بص على شعب مصر،
تعال بص يا رب على اللي بيحصل في أرض مصر. تعال يا رب، تعال يا رب، مد إيدك لأرض مصر. مصر، مصر بتنزف، بتنزف نزيف دماء متواصل في كل حتة في أراضينا. يا رب من فضلك اشفق على شعبك، اشفق على هذا الشعب. انت اللي قلت ان شعبي شعب مصر، انت قلت مبارك شعبي مصر، وقلت ان الشعب ده شعبك، وقلت ان الشعب دوت ملكك، خاصتك. شعب مصر خاصتك، المصريين هم خاصتك، المصريين دول بتوعك. عشان كده النهارده مش هنفرط في حقنا عندك، انك انت يا رب تمد ايدك لهذا الشعب، انك انت تربط كل اعمال عدوك. النهارده يا رب نقدس صوم ونقدس اعتكاف بدايه من النهارده لغايه يوم 29. كم واحد هيصوم الايام اللي جايه؟ كم واحد متفق معايا ان احنا محتاجين نعمل كده؟ هو كلنا محتاجين نعمل كده. هو نصرخ للرب نقول له تعالى، تعالى بلدنا، بلدنا محتاجه لك قوي 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 قوي. تعالى على انانيتنا، تعالى على كبريائنا، تعالى على كل علو في البلد بتاعتنا، تعالى على العنف اللي فيها، تعالى على الارهاب اللي فيها. تعالى يا رب مد ايدك، مد ايدك، احنا محتاجين لك قوي 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 يا رب، قوي قوي اكتر من اي وقت فات. ولو ما طلبناش الرب في الوقت اللي جاي دوت، انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. هو لو الكنيسه ما وقفتش، لو الكنيسه ما وقفتش الوقت اللي جاي وصرخت بكل قلبها للرب الوقت دوت، هتبقى كارثه بعد كده، كارثه بمعنى كارثه. لازم نقف مع بعض، واحد واحد يا رب، واحد يا رب، واحد يا رب. تعالى وحدنا مع بعض، وحدنا ككنيسة مع بعض. تعالى وحد الكنيسة في أرض مصر عشان نعرف نطلبك. تعالى وحد الكنيسة في أرض مصر، اديها قلب واحد، اديها قلب واحد. شيل قلب الحجر منها وتعالى اديها روح واحد. انزع قلب الحجر منها واديها قلب واحد عشان تطلبك، عشان تطلبك من أجل البلد ديت. لأن بلدنا خلاص الكيل طفح فيها، الكيل طفح فيها. الناس في الشارع بتكلم بعض، الناس بتتكلم. وانا ماشي بالعربيه امبارح، واحد 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 واقف سايس في منطقه مفتوحه بيقول انا مش عارف ايه اللي بيحصل في البلد النهارده، ايه اللي بيحصل. الناس مضطربه جدا، الناس في حوادث كتيره جدا بتحصل، حاجات كتيره قوي. يا رب تعالى لبلادنا، افتقد شعبنا، افتقد امتنا. تعالى ضع للبحر حدا، محتاجين لك، محتاجين لك. ما ينفعش ان احنا نطلب الرب والرب يمد ايده ويبرق ارضنا اذا لم نتواضع ونرجع عن طرقنا الرديه. علشان كده النهارده دعوه الرب لينا للتوبه وللتواضع، مش بس النهارده لكن الايام اللي جايه، ان احنا نعيش حياه التوبه، ان احنا نطلب الرب من كل قلبنا. يا رب تعالى عايزينك لينا كافراد، ككنيسه، لشعبنا. محتاجين لك، ما عندناش امل تاني، ما عندناش حل تاني، ما عندناش حل تاني، مفيش فرصة تانية. توبوا وارجعوا لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. هتيجي منين أوقات الفرج بدون توبة؟ هتيجي منين أوقات الفرج؟ يوحنا المعمدان أول لما جه عشان يمهد الرسالة لمجيء المسيح، يمهد الرسالة للملكوت، توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. توبوا توبوا توبوا، فوقوا فوقه. يا اللي انت فاكر نفسك انك انت لسه نايم وعايش في الخطية، وفاكر نفسك لسه مكمل في الخطية وفي الكبرياء وفي الأنانية، توب توب، لأن ده وقت التوبة. لأنه بعد كده كوارث. المسيح أول لما جه عشان ينادي برسالة، أول رسالة كان بيقولها إيه؟ أول رسالة كان بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. خلينا نقول له رب النهاردة دينا ككنيسة في أرض مصر نبقى واحد، عشان نعرف نطلبك الوقت اللي جاي. نادي يا رب على الكنيسة عشان تيجي معانا يوم 29، نادي على شعبك من كل مكان، من كل طايفة، نادي يا رب على شعبك علشان نيجي كلنا بقلب واحد، عشان لما كلنا بقلب واحد الرب يسمع صراخنا ويفتقد أرضنا. خلونا نصلي ثلاثات او اربعات، نقول له رب من فضلك مد ايدك، مد ايدك للكنيسه، وحده جديده يا رب من عندك. اكسر كل حواجز عاليه، اكسر كل اعاقات، اكسر كل مقاومه، اكسر كل مقاومه في وحده الكنيسه
باسم يسوع المسيح النهاردة نتنبأ على سقوط وانهيار لكل أعمال العدو وكل أسوار بناها العدو ما بين الكنيسة وبعضيها باسم يسوع. يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. علمنا يا رب، علمنا التواضع، علمنا البكاء، علمنا ازاي نتحد ببعضينا ورؤوسنا تبقى ماء فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. توبة يا رب، توبة، توبة من دي النوبة، توبة من دي النوبة. رجوع الأيام ديت بحقه حقيقي، رجوع بحقه حقيقي ليك يا رب. كنيسة ترجع بقلب واحد أمامك، اكسر كل علو في الكنيسة، اكسر كل كبرياء جوه الكنيسة، اكسر كل تعالي، اكسر كل أنانية جوه الكنيسة باسم يسوع المسيح. انزع القلب القاسي، انزع القلب الحجري المتحجر جوه قلب الكنيسة عشان تبقى واحد. كل قساوة قلب جوه الكنيسة انتزعها واعطيها رب قلب لحم وروح واحد. عايزين نطلبك مع بعض يا رب، ايدينا في ايدين بعض يا رب، ايدينا في ايدين بعض عشان نطلبك وتوجد لينا. تأتي بافتقاد، تأتي بافتقاد وتأتي بالفرج. ارحمنا ارحمنا يا رب، ارحمنا 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 ارحمنا. ارحم الكنيسة من كبريائها، ارحم الكنيسة من عنادها، ارحم الكنيسة. تعال يا رب للكنيسة الإنجيلية، تعال للكنيسة الإنجيلية. كل اللي مش عاجبك فيها مد ايدك ونظف واكسر. تعال للكنيسة الأرثوذكسية، تصير وحدة واحدة مع بقية الكنائس. يا رب تعالى بتوبة جوه الكنيسة، تعالى بتواضع جوه الكنيسة الأرثوذكسية، تعالى بوحدة في الكنيسة الكاثوليكية مع بعضيها ومع بقية الطوائف باسم يسوع. تعالى انظر إلينا، نصير واحد أمامك. ارحمنا 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 من الانقسام اللي احنا فيه. ارحمنا من الاسوار اللي بناها عدوك لأزمنة طويلة. انت اشتغلت يا رب على موضوع الوحدة دوت في الوقت اللي فات، لكن المواضيع رجعت تاني تتسد تاني. من فضلك يا رب اهدم كل اسوار عالية في سكة الوحدة. النهاردة مفيش سلطان لعدوك في وسطينا، النهاردة مفيش سلطان للعدو في وسطينا، لكن النهاردة العدو في وسط الكنيسة مداس تحت الأقدام. العدو تحت الأقدام. ارحمنا يا رب ارحمنا.
ارحمنا ارحمنا. ادعوكم كلنا نقف ونرفع ايدينا، وانت بتتابعنا على الشات التلفزيون او على الستريمينج، من فضلك قوم اقف وارفع ايديك معانا وقول ارحمنا عظيمة. يا رب ارحمنا، ارحمنا ككنيسة في أرض مصر، ارحمنا يا رب ودينا نبقى واحد قدامك. شيل يا رب كل أسوار بناها عدوك، النهاردة نتنبأ عليها بالانهيار باسم يسوع. النهاردة بالإيمان نتنبأ على سقوط الأسوار اللي بناها عدوك بين الطوائف وبعضيها. النهاردة نتنبأ على حرية بين الطوائف وبعضيها ما شفناهاش قبل كده باسم يسوع. وحدة يا رب في التوبة، وحدة في الصلاة، وحدة في التضرع أمام جلالك. كنيسة واحدة بتطلبك وبتصرخ إليك يا مشتهى كل الأمم، تعالى تعالى يا مشتهى كل الأمم لأرضنا، تعالى يا مشتهى كل الأمم. تعالى يا يسوع، تعالى يا يسوع، ترفع كل الأنين.
عايزينك الوقت اللي جاي ومصدقين انك انت جاي، مصدقين انك انت جاي، مصدقين انك انت يا رب انت اللي صليت فينا لسنين طويلة جدا، والمخاض يا رب لسنين طويلة يا رب انت جاي تسخن الطلق من جديد علشان البيبي، البيبي الكبير قوي، ولادة أمة، ولادة أمة جاية جاية جاية، ولادة أمة حاجة عظيمة جدا. هنفرح يا رب، عارفين عارفين ان احنا هنفرح لان احنا هنشوفك وهنشوف اياتك وعجائبك، هنشوف أمة يا رب بتتولد من جديد، أمة بتتولد من جديد. مصدقينك مصدقينك، ارفع ايدك علامة الإيمان ان احنا مصدقينك، مصدقينك ان اللي جاي أعظم، مصدقينك انك انت هتاخد بأيدينا وهتدوب الكنيسة، وصراخ الكنيسة هيصعد إليك يا رب، صراخ الكنيسة هيصعد إليك، وهنشوف آياتك 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 وعجائبك يا رب، هتورينا كما لم نرى من قبل يا رب. انت قدير، انت قدير. خلونا نتحد بالأخت نورة وهي بتصلي من أجل ان الرب يأتي الوقت اللي جاي بآيات وعجائب، ان بعد التوبة في آيات وعجائب، بعد التوبة في حرية في محضر الرب، بعد التوبة في دخول إلى قدس الأقداس، بعد التوبة في أمجاد سماوية. مفيش أمجاد سماوية من غير توبة. مجد الرب يأتي فيما بعد. مصدقينك مصدقينك يا رب، مصدقينك ومصدقين يا رب إنك أنت سامع لصراخ شعبك، لصراخ كنيستك يا رب. احنا متشكرين متشكرين يا رب، متشكرين علشان اللي انت جاي تصنعه في وسطنا رهيب يا رب، اللي انت جاي تصنعه رهيب. انت جاي تعوضنا عن السنين اللي اكلها الجراد، انت جاي تعوضنا عن انتظار سنين يا رب قدامك يا رب. هو ذا الهنا انتظرناه فخلصنا، هو ذا الهنا انتظرناه فخلصنا. نشكرك، نشكرك عشان الولادات الحقيقية، نشكرك يا رب عشان ولادات 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 يا رب، لانك انت تمخض وتولد، انت تمخض وتولد. عشان كده يا رب احنا يا رب مصدقين ايات وعجائب بلا حدود. انت مش جاي تدينا قطرات يا رب، فات وقت يا رب السحابه اللي قدر كف، لكن نشكرك عشان جاء زمن المطر علينا، ده زمن مطر يا رب، امطار غزيره تغرق بيها ارضنا، امطار غزيره تاتي بيها على كنيستك وعلى شعبك يا رب وعلى أرض مصر. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، ليك المجد يا رب. أمين. ستعلمي أنني أنا الرب القادر الذي لا ينسى أبدا منتظر.
سلم على أربعة حواليك وقول له مبروك، ولادة بيبي جديد هيجي في أرضنا، ولادة أمة جديدة هتيجي في أرضنا. قول اللي حواليك مبروك من غير كسوف، الرب جاي في وسطينا، يجي هيجي يتمجد، هيجي هيصنع عجب، هيجي هيصنع عجب. أمين. قبل ما نمشي محتاجين نعمل حاجة، محتاجين نربط كل شر العدو في أرضنا. علشان كده هنتحد مع بعض في ترنيمة ارحل. يا عدو خد كل اللي عندك وارحل بره أراضينا. يا عدو كل بر بنربطك باسم يسوع، يا عدو كل بر من أرضنا، كل إرهابك وكل قتل وكل اغتصاب وكل سرقة وكل نهب وكل افترة وكل ظلم النهاردة على حساب دم يسوع المسيح. قول معايا بنربطك، بنربطك. ارفع ايدك كده، ارفع ايدك بعصاية السلطان. بنربطك، بنربطك يا عدو كل بر. خلونا كلنا في نفس واحد نقول له كده، بنربطك، بنربطك، بنربطك من أراضينا، بنربطك من أراضينا، بنربط شرك، بنربط كبرياءك، بنربط إرهابك، بنربط روح الموت، بنربط روح القتل، بنربط كل كذب، كل كذب باسم يسوع. احنا بنقاومك النهارده، كنيسة الرب النهارده تقف في وجهك يا عدو كل بر. بيننا وبينك دم يسوع المسيح، دم يسوع المسيح بيننا وبينك، احنا محميين بدم يسوع المسيح. لكن نتجرأ ونهاجم، ونهاجم ونقتنص أراضي عظيمة تنتظر الامتلاك على حساب دم يسوع المسيح، لأنك أنت أعطتنا السلطان أن ندوس الحياد والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرنا شيء. بنربطك يا عدو كل بر. ارحل، ارحل برا بلادنا، ارحل برا بلادنا، ارحل برا محافظتنا، ارحل، ارحل، ارحل في سينا، ارحل في سينا، ارحل في المنيا، ارحل في كل محافظتنا، ارحل باسم يسوع. فلن تصمد في وجهها يوما تحت أقدامنا، رب الجنود معنا، ارحل من أمامنا. فلن تصمد في وجهها يوما تحت أقدامنا، رب الجنود معنا. كل المجد للرب يسوع. في برنامج روحي ورياضي للأطفال اللي عمر أكبر من 6 سنوات يوم الجمعة 29، علشان اللي هيجي معاه أولاده، برجاء توفير الاحتياجات الخاصة بطفلك من طعام وشراب ومستلزمات أخرى، غير مسموح باصطحاب الأشياء الثمينة. نفسي قبل ما نمشي أقول لكم على حاجة مهمة. التوبة، التوبة، تفضلوا استريحوا. التوبة هي ان انا مش بس بتوب عن خطاياي وبرجع للرب، انا لازم ارجع عن الطرق الرضية. فلو في اعتذار واجب لحد محتاج اعتذر له، انا لازم اعمل ايه؟ اعتذر له. ما ينفعش اصلي هنا هوت واقول ايه يا رب انا بتوب وانا محتاج اعتذر لحد تاني، او لو انا سرقت حاجة ارجعها، أرد المسلوب، علشان الرب يرى إن أنا بسلك في الطريق المستقيم أمامه. خلونا نقف مع بعض ونختم مع بعض. أسيس سامح حنا يصللنا من أجل إن الرب يثبت عمل التوبة وحياة التوبة
فينا كلنا ككنيسة في أرض مصر الأيام ديت، وإن إحنا ننتظر يوم 29 الرب يصنع عجائب في وسطينا. ونختم بالصلاة الربانية. خلونا نتحد كده في الصلاة، وزي ما حضور ربنا واضح لا تخطئه عين النهاردة في الاجتماع، مش كده؟ صدق إن ربنا موجود كمان يمد إيده لإخواتنا اللي جايين باحتياجاتهم والمرضى وسطينا. النهاردة يبقى تحدي إيمان، النهاردة تحصل آيات وعجائب ومعجزات ربنا عايز يصنعها، مش كده؟ هنصلي لإخواتنا دول. في أخ لينا موجود معانا في الكنيسة عنده لوكيميا، ومصدق إن صلاة الكنيسة النهاردة ربنا يعمل حاجة في الأمر دول. عايزين نعلن إيماننا كلنا ونرفع إيدينا كده الناحية دي ناحية أخونا، ونقول له يا رب النهاردة إلمس هذا الجسد يا رب، اللوكيميا يا رب تهرب من هذا الجسد. أنت الخالق يا رب، أنت صانع الجسد يا رب، ده ابنك، ده عمل إيديك، ده صنعة يديك يا رب، ده الوعاء اللي أنت كونته وشكلته. جايين النهاردة رب نقف قدامك ككنيسة ونعلن إيماننا رب النهاردة تدينا ابنك ده عربون يا رب، عربون للشفاء اللي جاي على بلدنا، عربون يا رب للآيات والعجائب اللي انت جاي تصنعها. مد إيدك بالشفاء لابنك الآن، قوة تخرج منك لشفاء يا رب اللوكيميا دي باسم المسيح يا رب. أشكرك 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 لأنك أنت الرب شفينا، أشكرك لأن يا رب أنت شمس البر والشفاء في أجنحتك، أشكرك لأنه لا يعصر عليك أمر يا رب. إحنا جينا نقولك أنت تقدر تعمل أي حاجة يا رب، أنت تقدر تعمل أي حاجة الكنيسة مصدقة، حتى لو الدكاترة قالوا مستحيل يا رب، أنت صاحب الكلمة الأخيرة يا رب، أنت صاحب الكلمة الأخيرة. إخواتنا كمان يا رب اللي حطوا أسماءهم هنا يا رب وحطوا إيمانهم فيك، تعالى بتسديد للإحتياجات، تعالى بلمسات شفاء، تعالى إخرجهم من الضيقات يا رب، تعالى سدد كل احتياج مادي ونفسي وروحي لحياتهم. أنا بشكرك بشكرك لأن قلبك بيرق لأولادك، قلبك بيرق لشعبك يا رب. ثبت يا رب النهاردة التأثيرات الكلمة اللي كلمتنا بيها يا رب، ثبت تأثيرات حياة التوبة فينا يا رب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتوب إلى الرب. يا رب يبقى في ترك النهاردة، ادي قوة يا رب على الترك النهاردة، الأمور اللي تربطنا بيها بقالنا سنين طويلة، ادي كل واحد فينا قوة النهاردة رب إنه يترك، يفتح إيده ويسيب الخطية المميتة اللي ماسك بيها. احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك، بنقول لك كمل عملك يا رب. يوم 29 ده يا رب اعلن مجدك يا رب، اعلن مجدك، اعلن مجدك يا رب يوم 29 يا رب، خد المجد يوم 29 يا رب انت، واصنع وسطينا ايات وعجائب يا رب، وسكيب من الروح القدس، وتعالى بمفاجاه وسطينا يا رب. احنا متوقعين مفاجاه يا رب، مش حاجه عاديه هتحصل يا رب، لكن اللي انت جاي تعمله يا رب يفوق الخيال. احنا بنشكرك بنعظمك يا رب. اسمعنا ونحن ندعوك بدله البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة، نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. آمين.